السلام عليكم، معكم خالد احمد من اسكيب برودكشنز، والحلقه دي هتتقدم بشكل ممكن يكون مختلف عن المعتاد لان في شويه مشاكل تقنيه تخص عده الاضاءه بتاعتي، بالاضافه ان انا مش هلحق احلها، وانا ممكن اكون في خلال 12 ساعه هكون بره القاهره لمده يومين، فقلت ان انا اقدم الحلقه بالفورمات ده عشان نناقش الاخبار اللي تخص الفتره بتاعت الاسبوع اللي فات، ونبتدي بواحد من اهم الاخبار اللي تم الاعلان عنها، وهي ان هيلو ماستر شيف كولكشن هتنزل للبي سي، وده كان واحد من اهم المفاجآت واللي اعلنت عنها مايكروسوفت واستديو 343، وده من بعد شويه تلميحات انا الصراحه ما كنتش خدت بالي منها تماما ان هم فعلا كانوا هينزلوا النسخه دي للبي سي. انا شخصيا سعيد جدا بالخبر ده، ان انا اخيرا ممكن اعيد تجربه واحده من المالتي بلاير شوترز المفضله عندي، او ممكن تكون هي اكتر مالتي بلاير شوتر انا حبيتها طول حياتي، وهي هيلو 2، ان انا ارجع العبها تاني على البي سي زي ما كنت بلعبها زمان. طبعا هيكون في اضافه لهيلو ريتش، هيلو ريتش هتكون موجوده في الكوليكشن ده، وقالوا ان المفروض ان كل لعبه ممكن تتباع لوحدها، واهم حاجه في كل الموضوع ده ان اللعبه هتكون موجوده على ستيم، مش هتكون موجوده على الستور الهولمي بتاع مايكروسوفت اللي اسمه ويندوز ستور ده. فتقريبا فيل سبنسر لما كان بيقول ان هم عاوزين يهتموا شويه بالويندوز ستور، ان هم ينزلوا اللعب من الاخر على ستيم ويخلصوا. لكن في نقطه مهمه جدا مايكروسوفت برضو اعلنوا عنها ممكن تهم بعض البي سي جيمرز اللي ما زالوا بيلعبوا على ويندوز 7، في بعض الناس ما زالت بتفضل ويندوز 7 لحد دلوقتي، وهي ان هيكون في ابديت يضيف دعم الدايركت اكس 12 لويندوز 7، لان دعم الدايركت اكس 12 مش موجود الا من خلال ويندوز 10، واي لعبه في الوقت الحالي مثلا زي ريزنت ايفل 2 او مترو اكسدوس او لعبه مثلا زي ديفل ماي كراي او باتل فيلد 5، اي لعبه فيها دعم للدايركت اكس 12 من الممكن انها تشتغل بالدعم ده على ويندوز 7 في الوقت الحالي. الخبر بعد كده هو كان اشاعه، واشاعه غريبه جدا الحقيقه، وهو ان في احتماليه ان سوني تستحوذ على شركه تيك 2 اللي هي الشركه المالكه لروكستار، المالكه برضو لتو كي جيمز. وانا عن نفسي شخصيا من اول ما قريت الاشاعه دي، والاشاعه دي كان مصدرها مجله اقتصاديه مش اي مصدر جوه صناعه الالعاب بالتحديد، دي مجله او موقع اقتصادي مهتم بان هو يتابع اخبار بتاعه البورصه والاسهم والكلام ده، ان في حاله استحواذ ممكن تحصل من خلال سوني على الاسهم بتاعه تيك 2، والكلام ده احنا كنا سمعناه قبل كده برضو بالنسبه لاي اي ومايكروسوفت. بس انا عن نفسي شخصيا انا شايف ان الموضوع ده في الوقت الحالي ممكن يكون صعب، ومش بعيد ان هو يحصل، عادي جدا احتماليه ان هو يحصل متاحه وموجوده، لكن انا حاسس ان الموضوع ده ممكن يكون من ضمن الاشاعات اللي بتبتدي تطلع عشان يكون في اي نوع من انواع التحريك للاسعار بتاعه الاسهم وعمليه الشراء والبيع وبس مش اكتر. وحتى في بعض الناس اللي ليهم مصادر جوه صناعه الالعاب بيشككوا في حاجه زي كده انها ممكن تكون صح، فالاشاعه دي ممكن تكون غريبه جدا الحقيقه، وليها تفاصيل كتيره جدا وجوانب كتيره جدا لو احنا هنقعد نتناقش عنها اكتر. بعد كده بالنسبه لشركه جوجل، جوجل ابتدوا ان هم يجهزوا للاعلان عن حاجه مهمه جدا تخص دخولهم في مجال صناعه الالعاب. هم اعلنوا عن ندوه ليهم في مؤتمر بتاع جي دي سي اللي هو جيم ديفلوبر كونفرنس، وقالوا ان هم هيتكلموا عن حاجات تخص دخولهم المجال. ومن اهم الاخبار برضو اللي تخص حاجه زي كده هو ان جيد ريموند اللي واحده من المخرجين اللي كانوا اشتغلوا على سلسله اساسنز كريد واللي استقالت مؤخرا من شركه اي اي، المفروض انها هتنضم لجوجل، ومفروض انها تشتغل معاهم على واحد من المشاريع اللي من الممكن ان هم يتقدموا في المستقبل. فمن الواضح ان جوجل ممكن يكونوا داخلين المجال بشكل ممكن ما يكونش بسيط تماما، ان هم يجيبوا خبرات من صناعه الالعاب يكونوا معاهم زي واحده زي جيد ريموند. بعد كده بالنسبه للعبه باتل فيلد 5، كان المفروض ان اللعبه تنزل بالجيم مود اللي هو بتاع الباتل رويال اللي هو فاير ستورم، والجيم مود ده اتاجل لحد الشهر ده، وتم عرض اول تريلر منه اللي انتوا شايفينه قدامكم. بكل صراحة التريلر ده من ممكن اعتبره من افضل التريلرز اللي انا شفتها لسلسلة باتل فيلد عموما، بس انا شايف ان ممكن يكون التريلر ده مش معبر برضو عن شكل التجربة اللي انا ممكن اخده في الاخر، التجربة ممكن تكون مختلفة، اللي قدامنا مجرد حاجة سينمائية سكريبتد لرفع درجة الهايب بس مش اكتر. والتريلر ده الصراحة فكرني بنسبة كبيرة جدا بالتريلرز بتاعت باد كومباني 2 من ناحية الاخراج ومن ناحية تفاصيل عرض الاكشن والكلام ده. لو اي حد كان شاف التريلرز السينمائيه بتاعت اللعبه دي
هيبقى عارف قصدي كويس جدا. بعد كده في تلميحات كتيرة جدا لبوردرلاندز 3، والتلميحات دي ممكن تعتبر بقت شبه مؤكدة من خلال صورة اتحطت من الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لجير بوكس، والصورة دي من بوردرلاندز ومتبكسلة لواحدة من الشخصيات اللي كانت موجودة في الجزء اللي فات بشكل رسمي كده. خلاص احنا عندنا تقريبا بوردرلاندز 3 هيتم الاعلان عنها في اواخر الشهر الحالي. اتمنى وبشدة ان اللعبة دي ما تكونش متأثرة بشكل اللي احنا شايفينه دايما في جانب الالعاب الخدمية. اتمنى ان بوردرلاندز 3 ما تتأثرش بحاجة زي كده. بعد كده بالنسبة للعبة اسمها Ready or Not، اللعبة دي مفروض ان كان تم الاعلان عنها من سنتين، وكان في ناس كتير جدا شايف انها ممكن تكون حاجه شبيهه لعبه تاكتيكال شوتر اشبه بلعبه زي رينبو 6 سيج. ومطورين اللعبه اكتر من مره قالوا ان هم بيحاولوا يقدموا لعبه تكون خليفه للعبه قديمه زي سوات، وقالوا ان اللعبه هتنزل في اواخر السنه اللي جايه 2020، وعرضوا فيديوهات جيم بلاي. اللعبه شكلها ممكن يكون لحد ما كويس من الفيديوهات اللي اتعرضت، بس واضح انها هتميل بشكل كبير جدا للجانب التكتيكي بتاعها. بعد كده بالنسبه للعبه سايبر بانك، في تقرير من موقع فرنسي غريب شويه، وبعض الناس كانوا ممكن يكونوا متوقعين حاجه زي كده، ان مغنيه زي ليدي جاجا المفروض انها تكون موجوده في لعبه زي سايبر بانك. وحسب التقارير بتاعت الموقع فرنسي ده انها اشتغلت في الفترة الحالية مع سيدي بروجكت على موشن كابتشر لبعض المشاهد اللي هي هتكون موجودة من خلالها. الكلام ده بعض الناس حسوا ان هو ممكن يحصل بسبب بعض الردود اللي طلعت من اكاونت التويتر بتاع اللعبة، وردودهم على بعض التويتات الغريبة اللي كانت ليدي جاجا بتكتبها. مش عارف انا ايه شخصيا الهبل اللي هي كانت كاتباه ده، ومش هي لوحدها، لان في ناس اكتشفت برضو ان في مغنيين تانيين عاملين فولو للاكاونت بتاع اللعبة زي كاني ويست مثلا، وفي توقعات ان هو من ممكن يكون موجود جوه اللعبه، ولو حتى يكون ليه اغنيه خاصه باللعبه او حاجه زي كده. عموما انا متوقع ان مثلا لو مغنيه وممثله يعني ليها فيلم اتعرض السنه اللي فاتت زي ليدي جاجا هتكون موجوده جوه سايبر بانك، هتقوم بدور واحده من الشخصيات اللي ظهرت في اول تريلر للعبه، وهي اسمها ليزي وازي، واحده من الشخصيات اللي هي المفروض انها مغنيه في فرقه بنفس الاسم، وبالاضافه انها ممكن تكون معدله نفسها بشكل ممكن يكون اكستريم شويه، ان جسمها كله عباره عن طبقه كروم حاجه زي كده. انا شايف انها ممكن تكون لايقه على التصرفات العجيبه اللي كانت بتطلع من ليدي جاجا في اول الكارير بتاعها. وبعد كده بالنسبه للعبه كنترول، ريميدي جيمز اكدوا ان اللعبه هتنزل في خلال فتره الصيف اللي جاي. هما ما حددوش بالظبط اللعبه هتنزل يوم كام، بس اللعبه منتظره في خلال الفصل اللي جاي من السنه. وبعد كده دوم يعني محاوله ان يتعمل لها فيلم ما زالت مستمره من بعد الفيلم اللي هو كان نص كوم، فيلم فاشل الصراحه نص كوم. في فيلم جديد مفروض اسمه دوم انيليشن، والفيلم التريلر الصراحه ما كانش مبشر وما كانش مشجع اطلاقا. حتى ايد سوفت وير المطورين بتوع اللعبه قالوا ان هم ما لهمش اي علاقه بالفيلم ده، ونفوا اي شغل ليهم على الفيلم ده باي شكل من الاشكال. وبعد كده مخرج لعبه ببجي اللي هو براندن جرين، واللي هو اللي الناك نيم اللي هو بتاع بلاير انون، اعلن ان هو هيمشي تماما من الاستوديو اللي اشتغل على اللعبه، وقال السبب ان هو عاوز يستكشف حاجه ممكن تكون جديده، لان في الفتره اللي فاتت الخمس سنين اللي فاتت دول من حياته كان مسيطر عليهم نوع العاب زي الباتل رويال. اخر حاجه نتكلم عنها هو ان في لعبه جديده من استوديو تيرتل روك اللي هم عملوا لعبه ليفت فور ديد، ولعبه يعني فشلت الى حد ما زي ايفولف، واللعبة هي اسمها Back for Blood، وهتكون لعبة كوب ضد زومبيز. فتقريبا هم عندهم نقص حد في ان هم يفكروا في حاجة ممكن تكون جديدة هم ما عملوهاش قبل كده، رغم ان انا شخصيا شايف ان اللعبة زي Evolve كانوا ممكن يفكروا في ان هم يعملوا لعبة بنفس الكونسبت بس يهتموا بيها اكتر ويهتموا بالمحتوى بتاعها والافكار بتاعتها. وبس دي كانت كل الاخبار تخص الحلقة دي. ما تنسوش انكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس بتاع التنبيهات، واشوفكم في فيديو جديد.